ايوه من فضلكم وقفوا هنا بس. انا بس عايزكم تتوقفوا عند الرقم ده. الدكتوره هالي بتقول ان احنا كل سنه بيدخل سوق العمل 900 الف مليون، خلينا نحفظ المليون. تمام يا فندم. نحفظ المليون. طيب لو احنا النهارده في 22 ل 25 يعني تقريبا 3 سنين يعني. يعني انت عايز توفر فرص عمل 3 مليون خلال ال3 سنين دول. مظبوط. والمفروض انك انت بتوفر فرصة عمل يعني على الأقل بحد أدنى من المرتبات يعني. مظبوط. فأنا عايز أقول لكم بس توقفوا عند الأرقام ديت لأنها ممكن تبقى قدامكم كده وإحنا بنقولها. أنا بكلم كل الناس مش بكلم حد بعينه. بكلم كل بيت مصري. بقول له قول لي وانتبه معايا ازاي نوفر 3 مليون فرصة عمل لأولادنا وبناتنا خلال ال3 سنين اللي جايين أو ال4 سنين اللي جايين. مليون فرصة عمل كل سنة أو 900 ألف فرصة عمل كل سنة. ده زيادة عن اللي موجود في السوق يعني. مصر. فأنا بس عايز أقول الرقم ده توقفوا قدامه قوي لأن ده مش بسيط. ومفيش دول في العالم تقدر كتير على الأقل باللي زينا يعني يقدر يوفر فرص عمل للحجم ده سنوياً. طب بس مش هنقف عند 25 و26. طب يا ترى لغايه سنه 30؟ ما هو النمو ده بالطريقه ديت معناه ان هو المليون كل سنه برضه، مش كده يا دكتور؟ مظبوط يا اخي. طب هل احنا هنقدر نوفر نولد فرص عمل لمثلا لغايه 2030 8 سنين يعني 8 مليون؟ يعني انا بقول لكم بس كده، اذا كان المصنع الواحد اللي ممكن يعني نقول ان هو عشان بس في ناس كتير يقول لك ايه ما بتعملوش مصانع ليه؟ ده شغالين فيه.